ليك يمين تنزل تحت ليه؟ ما تتمرن مع ولد تلتزم بقوة أكتر من البنات. حلبة الملاكمة حلم لها. أنا مش منع الرياضة، بس يعني مع الرياضة بيبقى في حاجات تانية. بعد ما أخلص يا أمي اللي أنا عايزاه ما ينفعش فيها جواز دلوقتي. ناوي تتجوز بقى؟ أنا لا لسه. الواحد يركز بس في حياته دلوقتي شوية. شاهد الطموح يظبط شغله عندما يتحقق. في ناس كتير قوي بتخاف من الفشل، بس أنا مقتنع الفشل ده مش عيب خالص. لسان الشعب حين يغني. دلوقتي تخش احسن فندق في مصر مفيش الا الاغاني دي اللي بتشتغل. مع احترام الناس كتير احنا فرضنا نفسنا على ناس. اعمل حاجه العالم كله يفتخر بيا فيها. كن معهم وشاهدهم في حتتنا السبت في الاوقات التاليه عبر قناه الحره.